طيب الله اوقاتكم بالخير والمحبه مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج جوله مراسل. جولتنا لهذا اليوم راح تسلط الضوء على العدسه والكاميرا وابعاد الصوره مع احدى الفتيات التي طورت نفسها لتكون صاحبه استوديو في كركوك. مزيد من التفاصيل ابقوا يعني. أول شيء نرحب بك ببرنامج جولة مراسل. نحب تحكي لنا البداية منين انطلقت بيها سارة حتى توصل أنه تفتح استوديو. بدايتي كانت بالكلية، من كنت بالكلية يعني كنت أدرس، أنا خريجة علوم بيولوجي جامعة بغداد. كنت أحب أصور صديقاتي، أحب أصور الناس، أخذ لقطات. بس بعدين تعرف بحكم ظروف البلد يعني استخدمتها كمهنة. بديت انه كنت اسال هواي مصورين، كنت اروح على هواي استوديوهات، كنت احب اتعلم. يعني انا صح كانت عندي شويه موهبه، بس اكيد الواحد لازم يسال الاساتذه اللي اكبر من عنده. فكنت دائما اسال المصورين، اسال الناس المحترفه. بدايتي اشتغلت باستوديو اول شيء بالبدايه، قلت كنت احب اتعلم يعني اشوف تصوير، ديزاينات التصوير. بعدين تعلمت، علمني فوتوشوب، علمني على الزوايا. بعدين اشتغلت أكثر من استوديو. بعدين يعني حبيت أنه أفتح وحدي، حبيت أشتغل وحدي. أخذت كاميرا، أول كاميرا أخذتها 5D مارك 4، يعني كاميرا مال محترفين، بس أنا حبيت يعني أبدي بداية حلوة. فشفت الصور، شفت يعني الزوايا منها، قمت أضبط أكثر من ما يعني أشتغل باستوديو. ليش؟ لأنه راح تصير ديزاينك أنت كمصور، البصمة الخاصة بك. عفواً. زين سارة، هسه أنت بديتي بهاي الكاميرا احترافية وتعرفين تاخذين الزوايا. إقبال الناس إنه مثل العرسان دي يجون، شفت أكو صور للعرسان، إقبال الناس من يجون عادي إنه يشوفون مصورة، لو الإقبال أكثر على إنه تكون المصورة بنية؟ والله أنا أشوف أهل كركوك خصوصاً يحبون المصورة تكون بنية يعني أكثر شيء. فبالعكس دا ألاقي ترحيب هواي من الناس، ودائماً الناس تقول لي عافية عليك واحترفتي بهالشيء، يعني حلو، تشجيع كلش حلو من عندهم. صادفتش معوقات بالعمل؟ تعب والناس وكلام الناس وغيرها؟ التعامل ويا الناس صعب، كلش صعب التعامل ويا الناس، بس أنا يعني زبايني دائماً يعرفوني، دائماً متساهلة كلش. مرات يجوني ناس مثلا يحبون لقطات، يعني هم على ديزاينهم، فاخذ لهم اللي هم يردوه، واخذ اللقطات اللي 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 لها بصمه خاصه بي. سبحان الله بعدين يجوني يختارون اللقطات اللي انا ما اخذتها، مو اللي هم اختاروها. فلازم الناس تعرف انه المصور هو لازم يقرر. يعني هاي الصور الجامده ابد ما حلوه، انا ابد ما احبها، بس بعد كل واحد الجامده والروتينيه ما احب ابد، ما احب. انا احب اخذ يعني صور متحركه، انه الناس طبيعيين قدامي واخذ لهم بنفس اللقطه. اخذ همينة فيديو كليب، حتى الفيديو كليب يصير طبيعي مو متصنع. ابد ما احب اللقطات المتصنعه. سارة، هيك مشروعك قد يكلف؟ يعني اذا انت وحدك يعني صعب، لو انه موضوع سهل انه واحد يفتح مشروع تصوير؟ بالبدايه يعني كلفني بس المعدات، كنت اشتغل على البيج، يعني اسوي اعلانات مموله وانشر الصور اللي انا اخذها. والله بدايتي يعني انا بديت ب 35 ورقه، الان صعد الى دفتر تقريبا. فتحتي هذا المشروع؟ اي نعم. اللقطات اللي تاخذيها اكو لها سعر محدد؟ يعني هنا التصوير الداخلي او الخارجي؟ التصوير الداخلي 10,000، بس مرات انا اسوي عروض. هسه انا على الفالنتاين داي مسويه انه اربع صور وياها وحده تكبير ب 25,000. مرات يصير عندي عروض كلش هوايه، اسعاري تقريبا كلش مناسبه. مناسبه.
الكاميرات اللي تشتريها اللي اشتريتها عندك هاي كاميرا احترافية الفايف دي. هم عندك كاميرات ثانية تستغلين عليها لو بس هاي الكاميرات؟ لا أكيد عندي همين نيكون أستخدم دي 90 هاي للتصوير الداخلي مرات، وعندي كاميرا سوني للتصوير الفيديو X53 همين احترافية الفيديو 4K تصور. أي أحب يعني أبدي كاميرات احترافية. زين أنت هسه رغم أنه كاميرات احترافية وتفاصيل وأنت وحدك بالمحل، يعني ما تريدين مساعد أو مساعدة؟ بلي عندي صديقاتي، عندي اثنين وياي يساعدوني. يعني مشروع أنه إذا تخرجين مصورات؟ أي أي نعم. حابين الفكرة التفاصيل هم هذا الشيء؟ أي أكيد، اللي ما حاب الهاي ما يبدع بمجاله أكيد. سارة، منو الداعم الحقيقي إليك اللي خلينا نقول السند حتى وصلت لهاي المرحلة؟ الصراحة زوجي كان دائما يدعمني بهذا الموضوع، حتى هو كان يعني يجي وياي يشوفني شلون أصور. بصراحة منطيني همينة مطلق الحرية إنه حتى محافظات أنا أطلع أصور. يعني ما أثر هذا على علاقتكم؟ لا أبد، بالعكس عنده ثقة بي عمياء الحمد لله والشكر. الانتقال من علوم بيولوجي وتحليلات مرضية تمام إلى عالم التصوير، شكد أكو فرق وياه الأفضل إليك؟ مشكلتنا إحنا نختار الشيء اللي ما يناسبنا. إحنا أنا من دخلت علوم بيولوجي دخلت حسب المعدل، بس الموهبة تختلف. الموهبة بالعكس أنا أشوف له الواحد أي واحد أي موهبة إنه عنده يطورها يمشي بيها يكون أحسن من ما هو يشتغل بمجال هو مو مبدع بيه. أنت بدعتي بالتصوير إبداعك الحمد لله. إضافة إلى ذلك الفوتوشوب موضوع يعني برنامج مو سهل، يعني راد له حرفية. إيش قد الوقت أخذ من عندك تعلمتي وشنو التفاصيل اللي أنت تضيفيها؟ أنا حالياً متعلمة نقطة بحر من الفوتوشوب، بحر كامل هو. يعني إيش قد ما أتعلم بي بعد شغلات أكثر وأكثر. إن شاء الله أنا أحاول يوم عن يوم أني أطور نفسي أكثر وأكثر، وإن شاء الله أوصل للاحترافية إن شاء الله. لكن إنتاجية الصور اللي عندك للعرسان، للصور الخاصة، الحمد لله كلهم تعجبهم، هاي أهم شيء إنه الزبون يطلع راضي من عندي الحمد لله. أكثر لقطات تحبيها إنه المن تأخذيها للعرسان، للعوائل، مرة عجوز، الطفل، الأطفال والعرسان. بس الأرسان أهلي يعني هاي نصيحة أتمنى إنه يكونون على طبيعتهم، لأنه أي واحد منهم يتشنج أبد الصورة ما تطلع حلو، ما بيها روح. ضبطت الزاوية، ضبطت اللقطة، ضبطت الفوتوشوب والإضاءة، بس روح ما بيها. الصورة عبارة عن روح، إذا الروح ما موجودة ما تطلع الصورة حلوة أبد نهائي. الصورة تصير صنم بعد. صنم إيه يعني. فأني يعني اللي أتمناه من عندهم دائما إنه يكونون على طبيعتهم، وهذا اللي يبقى. يعني قاعة تروح والناس اللي تهني وتروح، بس الذكرى هي صورة. الذكرى تبقى، هي بالفعل هي الصورة. الصورة تبقى. يعني هاي نصيحة توجهها سارة للعرسان، إنه لا تتعاركون قبل العرس أو بيوم العرس. نهائيا والله أهم شيء يكونون ريلاكس، وأنا حتى لو كانوا متشنجين أعوفهم فترة. وراها أنا يبدي أشاقة وياهم، أشوف أكل يستجاب وأكل لا. اللي ظل على ديزاينها هي شو أسوي له، بس اللي أغلبية الناس استجابوا وياي الحمد لله. استجاب للتعليم. تواجهين صعوبة مثل عريس وهوسة والزفة اللي يصير بالبابا بالتصوير؟ كلش، بس أنا أحاول يعني أنه بس العرسان يبقون يعني، وإذا كلش مرافق واحد على مدة تساعد العروسة أنه بالبيت. أم العروس وخالتها وعمتها شلون؟ والله هاي مشكلة الحمد لله. يعني تأثر عليكم مجال العمل هاي التفاصيل؟ أكيد طبعاً أكيد. إنه الاستوديو صار مزدحم؟ أنا أحاول أدخل يعني اللي يأخذ صورة يطلع، يعني أحكي وياهم إنه لازم الاستوديو مالتي يعني الحمد لله ولا هو زين، بس صغير يعني نوعاً ما، إنه لازم يكون على قده. بلي أنت مستمرة بهذا العمل؟ إن شاء الله إن شاء الله. يعني انتقادات واجهتك أو في التفاصيل تجاوزتيها؟ أكيد بالبداية، يعني كل إنسان خو ما يطلع من بطن أمه كل شيء يعرف. بالعكس يعني أنا أحب الانتقاد، بس الانتقاد البناء.
مو انه لا هاي بنيه اكو فد مشكله كلش دا اواجهها بكركوك احب يعني احكي عنها، انه بنيه ما تعرف تشتغل فوتوشوب، ما تعرف تسوي مونتاج، هي تصور وغيرها يسوي، لا يعني كلهم قدامهم، يعني دائما اقول لهم تعالوا يمي ونقعد احنا نشتغل سوا. يعني انت تصورين صور فوتوغرافيه وتشغليها فوتوشوب، وحتى الطبعات الاعراس الفيديو تصورين فيديو، اي حتى الفيديوهات اني همنا مونتاج اشتغل، ولا اني بزمن المونتاج ما صار لي 6 7 اشهر بيه، بس الحمد لله يعني تقريبا تاقنته. يعني المونتاج هو على تشتغلي على البريمير، بريمير على البريمير. اي زين، هذا يعني هم يعني عالم ثاني المونتاج. لا لا والله الصراحة أنا والإفكتات كلها تعلمتها من اليوتيوب، ما سألت أي أحد صراحة، كله يوتيوب. يعني كنت كورونا، يعني كورونا فادتني بشكل مو طبيعي. الحمد لله ما أعرف، أحس حتى شغلي قوة بهاي الفترة مع 2020، من قعدت يومية أقعد تقريبا من الساعة، يعني خصوصا برمضان، من الساعة 12 للساعة 4 أنا عندي محاضرات يعني على اليوتيوب. على حتى تعرفين مصائب قوم عند قوم فوائد. أيوة والله. تحدد الزاوية الصح والموضوع الصح وتختار الهدف الدقيق. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم رحلة سعيدة مع جولة مراسل. إلى اللقاء.